وأخيرا هذه محمية جديدة. نبدأ معكم في البداية، نرجع لما كانت خالي خاوية بلا فايدة، رممناها من جدينا في النظافة وتركيب الإضاءة. طبعا شكلها كان مرة مقز، ما لها أي فايدة في المساء. دقيقة، هذه محمية أخونا عمر من جدة، ما شاء الله عليه، اشتغلها بيده للشكل النهائي، ما احتاج أي عمال، فقط شغل مخك وركز معي. دائما التخطيط في بداية الأمر هو الشيء الممتع اللي يوصلك للنهاية السعيدة. طبعا ركب الإضاءات، نظف الأبواب والشباك، ركب الشفاطات واللمبات، بدأ في توزيع الإنارة في جميع الاتجاهات وجميع الأماكن على حسب ترتيبه للأقفاص. مساحة الكونتينر هذا تقريبا 4 أو 3.5 × 7، ما شاء الله تبارك الله. بدأ يركب البياضات والشبوك للتجارب، يجرب المسافات بين كل بياضة وبياضة، بين كل قفص وقفص، ويشيك عشان ما يطبق كل شيء وبعدين يرجع يفك من أول وجديد. طبعا التشييك واجب. قبل كذا عندك كان تخطيط الكهرباء شوي لك عليه، عدل فيه للتعديل النهائي على أساس يبدأ يصف البياضات والقفاص والكاميرات حقها، كل شيء جهزه ما شاء الله تبارك الله. ذكر الله طيب يا أخوان. موسية من شروط المحمية أو غرفة الإنتاج، هذا التحكم في درجة الحرارة والبرودة، التايمر، كاميرات، مكيف الصحراوي، إن شاء الله تبارك الله هذه النتيجة النهائية طبعا مرضية له وللي بيستمتعون ويشاهدون. وأخونا من جدة عمر عنده كود سناب لكن ما نقدر ننزله، اللي حاب يتواصل معه ويومياته يتواصل معي في الخاص وحياك.